خلقت صوتي ويدك صورت أنا خالد علي شحاتة، الفرقة الرابعة، كلية الطب البيطري، أمين اللجنة الفنية العليا، اتحاد طلاب جامعة بني سويف. بنس جود تالنت مسابقة للمواهب الفنية وفيها جانب ثقافي هو الشعر. بنس جود تالنت تحت رعاية اتحاد طلاب جامعة بني سويف بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة النشاط الفني والنشاط الثقافي. المسابقة في الأول اتفعلت على مستوى الكليات، كليات جامعة بني سويف الـ 22 كلية، وكل كلية صعدت عدد مشتركين معين، والنهاردة أول تصفيات للمسابقة على مستوى الجامعة. النهاردة 11 كلية، الكليات المشاركة كليات الحرم الجامعي، وفي كام كلية بره الحرم، وكليتين من الشرق، فنون تطبيقية وعلوم ورياضة أطفال. ويوم الأربعاء بإذن الله 11 كلية تانيين هتبقى كليات مجمع تعليم صناعي ومجمع هندسة، والخميس بإذن الله هيبقى النهائي.